مساكم الله بكل خير حبايبي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج هروج ليست. حلقتنا هذا الأسبوع ستكون عن أسباب تجعلك تشاهد عرض WWE TLC، حيث سيقام العرض فجر الاثنين القادم، وهو آخر عروض WWE الشهرية لعام 2018. ويتميز العرض بتواجد عدة مباريات خاصة كمباراة السلالم، مباراة الطاولات، ومباراة الكراسي. كذلك لا ننسى المباراة الأهم وهي مباراة TLC. معكم أنا وهلان، وبسم الله نبدأ. عرض TLC هذا العام يتميز بكثرة مبارياته على غير العادة، حيث وصل عدد المباريات المعلنة إلى 12 مباراة، وهو بذلك تساوى مع عدد مباريات العروض الأربعة الكبرى، مما يؤكد أننا موعودين بمباريات رائعة وشيقة. على الرغم من خسارة عرض سماك داون لايف في مباريات عرض السيرفايفر سيريس لهذا العام، إلا أن المتمعن في مباريات عرض TLC سيلاحظ اكتساح تام من عرض سماك داون في بطاقات مبارياته، حيث تعتبر أهم وأكثر مباريات عرض TLC ترقبا هي مباريات عرض سماك داون لايف، مما يجعل عرض سماك داون العرض الأهم والأفضل حاليا في WWE. سيكون عرض TLC هو نقطة انطلاقة للتوجه الجديد لعرض رو، حيث سيتم تحديد المدير الجديد للعرض بعد نتيجة مباراة بارين كوربن وبران سترومان، وكذلك سنتعرف على من هو منافس براك ليزنر القادم، والأهم كيف ستكون عليه هوية إدارة عرض رو القادمة. مع نهاية هذا العام بدأ يتشكل نجوم واجهة جدد في WWE، حيث رحل رومان رينز متصدر واجهة عرض رو، وعاد داني براين من جديد كبطل WWE ليصبح هو واجهة عرض سماك داون لايف. وفي عرض TLC سيكون هناك تأكيد لنجوم الواجهة الجدد، ففي عرض رو سيكون الفائز مباراة لقب القارات بين حامل اللقب سيث رولينز ودين أمبروز هو متصدر واجهة عرض رو، وبلا نقاش الفائز في لقب WWE بعد نهاية مباراة اللقب بين حامله داني براين وإيجي ستايلز سيصبح متصدر واجهة عرض سماك داون لايف. لأول مرة يتقبل الجماهير مشاهدة مباراة نسائية كمباراة حدث رئيس لعرض شهري. المتنافسات الثلاث في مباراة لقب نساء عرض سماك داون لايف صنع لأنفسهن قاعدة جماهيرية جارفة منافسة، وفي أحيان متفوقة على نجوم واجهة WWE الرجال آسكا، شارلوت فلير، وكذلك بطلة نساء عرض سماك داون لايف بيكي لينش. ثلاثي خرافي قادر على صناعة مباراة فوق الروعة ستسجل نفسها ليس فقط إحدى أهم أعظم مباريات TLC في التاريخ، بل قد تصبح هي مباراة العام وبلا منازع. وإلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا الأسبوع. لا تنسوا تعملوا لايك والسبسكرايب والشير، وأيضا لا تنسوا مشاهدة برامجنا على قناتنا باليوتيوب،
والاستماع لبرامجنا عبر قناتنا بالساوند كلاود والآيتون. وشاركونا آرائكم تحت في التعليقات عن أسباب أخرى ترونها تستحق أن تكون ضمن هذه القائمة. كان معكم وهلان، نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، ودمتم بود.